الكتاب اسمه سنوبر وسنيبور. سنوبر هي الأعضاء الذكرية تبع الولد، وسنيبور الأعضاء الأنثوية تبع البنت. هذا الكتاب بتم تدريسه للأطفال بالروضة بالحضانة بمرحلة ما قبل المدرسة بالسويد. حاليا صاير عليه ضجة بقلب السويد، وكثير عالم عم تحكي عنه، وسويديين كمان عم بيحكوا عنه. هذا الكتاب انكتب بال2007، رجعوا جددوه بال2015، ويعلموا الأولاد من هذا الكتاب انه الولد مرات ممكن يحس حاله انه هو بنت ما انه ولد، بالرغم من انه عنده عضو ذكري تبع ولد، وممكن تكون بنت وعندها اعضاء انثويه بس بتحس حالها ولد. وبيعلموهم انه الواحد ما ممكن يعرف هلا، بس بيوم من الايام بيكتشف حاله اذا هو بنت ولا ولد، بالرغم من انه اذا كان عنده عضو ذكري ممكن يكون بنت، واذا كان عنده اعضاء انثويه ممكن يكون ولد. هذا الشيء طبيعي جدا بالمجتمع. الحكي لهون تمام، خلينا نقول حسب المجتمع السويدي، ولكن هون بيحكوا لك انه الاولاد وهن قاعدين عم ياخذوا فيلا بقلب المدرسه بصيروا يلعبوا باعضائهم الذكريه. شوفوا هذا الشيء كثير حلو، بيحكوا عنه كمان، بيحكوا انه هن حاسين هذا الشيء كتير حلو. وبيحكوا بنفس الكتاب انه الاطفال بيشلحوا اواعيهم وبتلامسوا اجسام بعض وبيحسوا الشعور بيناتهم بين بعض، كيف بكون الشعور. غير هيك والاضرب والاعظم، بيحكوا انه الاطفال بعدوا باحضان اساتذتهم، ممكن يكونوا ذكور وممكن يكونوا اناث، وبتتلامس اجسامهم اجسام الكبار بالعمر. ممكن يكون عندك بنت انت بقلب الحضانه وبتقعد على حضن استاذ رجل بقلب الحضانه ويتلامسوا بعض ويحسسوا بعض، او العكس تماما. هذا الشيء اللي خالق سخط بالمجتمع السويدي يلي هو بالاساس متقبل 3 ارباع هذا الحكي. RFSU som står för sexuell utbildning i Sverige bland våra barn, den de pushar ut en bok just nu för dagisar och förskolor som handlar om att barn ska ta på sig själva, så fyraåringar ska lära sig ta på sig själva och ligga jämte en vuxen och ta på sig själva. Bland annat det sjukaste är att den säger att Mohammed ska ligga jämte dem medan de tar på sina kön. Det är mysigt, säger de. Jag ringde RFSU och sagt att det som ni pushar ut nu kommer leda till att ni brinner i helvetet. Det här är riktigt allvarligt och vi måste alla som bor i Sverige stå upp för att vi är emot detta, att det här accepteras inte. ما سمعت لليوم حدا عم بيعلق على هذا الموضوع عربي، فشو رأيكم يا ناطقين باللغة العربية بهذا الموضوع؟